اكيد سعيد ناصر تبارك الله راكم مجموعه من التجارب، رجل المهمات صعبه، ما كنظنش هاد الحوايج غادي يفوتوا. بقى في الا هو بقى في الحال ما خلاوش يدخل الا شي سعيد ناصر يكون حبسوه يكون حبسوه يمشي على رجله عادي يقول لي مرجع للفندق بواحد البرود يمشي على رجله هاني يمشي مع الجمهور يدخل مع الجمهور ديالو يرجع للوطيل هو قاعد يتفرج في الوطيل ماشي مشكل ويقدر يدير توني ديال الوداد ويدخل مع الجمهور عادي ماشي هذا هو المغاربه المغاربه الحمد لله في المحطيه تيق ديال الغرض هو راه ما عزيزش عليه البروتوكول بيان سور جبتي رغم بانه كاين بروتوكول خاص ديال الرئاسه ولكن هو ما تي نعم لا لاحظتي راه كاع المقابله ديال الوداد على مستوى صفات الابطال الفرقه ما كانش كيحضر يلاه اول مقابله كيحضر فيها الله يخرج بزاف وسط خاس وهذه ولكن كيبعد عليك على هاد سميتو الرسميات الرسميات نعم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.